المشهد من زاويه جديده خالص غير الزاويه اللي احنا اتعودنا نشوف المشهد منها. يعني بدل ما كنت بتشوفها كده وعملها لك كده بس، كانه مثلا ضرب طلقه، يعني ضرب كرسي في الكلوب عشان الناس تفوق وتبدا تفكر. المقال الاول بيقول لك ما تبصش لربعه لانها مجرد جثث ودم ورصاص ومعامله امنيه، بص عليها من زاويه التعليم والمعرفه والثقافه. المقال الثاني بيقول لك ما تبصش للاعلام الغربي على انه نموذج للمهنيه والمصداقيه، احيانا بيكيل بميكالين وبيكذب. المقال الثالث بيقول لك ما تبصش لصفيناز اللي مبهدله مصر ومجننه مصر على انها رقاصه جباره، دي ما بتعرفش ترقص. بينما المقال الرابع والاخير بيقول لك ما فيش حد عنده الاجابه النموذجيه، ما حدش عنده الاجابه الكامله، فما تتعبش نفسك في تقييم الاشخاص. خلينا بقى ناخدهم واحده واحده. المقال الاول من جريده الوطن، منشور كتبه الدكتور خالد منتصر، المقال عنوانه دروس غير امنيه من رابعه. ونركز شويه هنا علشان في كلام عن رابعه بعيد عن الدم والجثث والكلام المعتاد، كلام ليه علاقه بالراس والافكار، واعتقد ده مهم علشان ما بقاش عندنا رابعه تاني في الايام اللي جايه. الدكتور خالد بيعتب على الاعلام وعلى الدوله طريقتهم في تناول ذكرى فض رابعه، وبيقول تناول الاعلام ذكرى فض رابعه من الزاويه الامنيه فقط هو نفس الخطا او الخطيئه اللي وقعت فيها الدوله من قبل عند تناول ملف الفتنة الطائفية اللي حصرته في أدراج مباحث أمن الدولة. اعتصام رابعة له عدة زوايا وعدة دلالات ودروس، وهو بورتريه مصغر ودقيق الملامح لمصر أو لحالة مصر الاجتماعية والثقافية المشوهة، واللي دون الالتفات إلى علاجها جذريا وبالجراحة الدائمة وليس التجميل المؤقت أو المكياج المزيف لن نصل إلى أي حل. في المقال ده خالد منتصر بعد عن القتل والضرب ومات كم واحد وماتش كم واحد، وبيسأل الناس أو بيسأل سؤال مهم جدا، هي إزاي الناس اللي كانت فوق منصة رابعة نجحوا في غسيل دماغ آلاف البشر خلوهم يصدقوا التالي، يصدقوا إن جبريل كان بيصلي معاهم في الميدان، يصدقوا إن مرسي كان إماما للنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وإن مرسي هيفطر معاهم في العيد وهيتناول الكعك اللي عملوه بإيديهم، وانه المسك بيتصاعد من بقعه دم موجوده في رابعه، وميدان رابعه نفسه يفوق الحج اليه الحج الى مكه. ده الكلام اللي كان بيتقال، وده الكلام اللي الناس كانت بتتكبر وتهلل لما تسمعه من فوق المنصه. خالد منتصر بيقول ان الاجابه على هذه الاسئله مش اجابه امنيه، ما ينفعش ابدا تكون امنيه. الاجابه ان قيادات الاخوان دول مش انبياء ولا صحراء ولا عندهم قدرة غريبة على الإقناع ودفع الناس للإيمان بالأفكار اللي بيقولوها. دول بيأثروا في الناس دي مش عشان هم شاطرين، هم بيأثروا في الناس دي علشان الناس دي هي النتاج الحقيقي لخطاب تعليمي وديني وثقافي رديء. وده اللي خلى الدكتور خالد يسأل عن الفرق ما بين المتعلم والمثقف، وطلع لنا بنتيجة بتقول فيها انه الفرق كبير جدا، لانه التلقين اللي احنا شغالين فيه في المدارس وفي الاعلام صحافة فضائيات بيصنع من المصريين روبوتات، ماكينات آلية، انسان آلي صالح للارهاب بمجرد اشارة، بنملى في دماغه حاجات واول ما نشاور له كده اضرب نار يشتغل على طول. وختم مقاله بجملة انا اعتقد ان هي لازم تبقى زي الحلقة في ودان كل الناس كده، قال لك رابعة لها وجه اجتماعي مختلف تماما عن وجهها الأمني، فهي إن لم تكن صراعا بين رجل شرطة ورجل دين ستكون صراع، أو هي صراع بين مخاض حداثة واحتضار فاشية. يعني هي مش مجرد صراع ما بين الإخوان والشرطة ولا الإخوان والجيش، هي صراع ما بين دولة عاوزة تطلع لقدام ودولة عاوزة ترجع لورا باستحضار الفاشية الدينية. ده اللي كان في مقال الدكتور خالد منتصر. المقال الثاني كتبه الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز في مصر اليوم تحت عنوان لماذا دخل السيسي دائرة البوتينيزم، اللي هي فكرة يعني كل واحد عامل فيها بوتين. يعني بيحاول في المقال ده يصطاد أو يشوف أثار زيارة السيسي لروسيا على الصحافة الغربية، ويكشف من خلال المقال حالة التناقض اللي سيطرت على الإعلام الغربي وهو بيتابع أخبار الزيارة دي. ياسر عبد العزيز بيكشف في هذا المقال عن انحياز كامن وكامل في الصحافة الغربية ضد مصر وضد
دول بعينها. وبيقول ان التغطية اللي حصلت لهذه الزيارة كانت ملونة. تعالوا نقرأ الجزء ده مثلا. بيقول فيه: يأتي إصرار تلك الدوائر الغربية على ربط السيسي ببوتين في سياق هجومي وسلبي بكل تأكيد، لأنه في نظرة إلى البوتونية، إلى بوتين يعني، على أنه بيقدم إطار سلطوي شمولي، دولة قمعية جديدة. الدكتور ياسر بقى شايف، يعني هو شايف أنه كل الصحافة الغربية لما علقت على زيارة الرئيس السيسي لبوتين أو لروسيا خدتها من منظور سلبي، وأن ده تقارب ما بين دول قمعية وبعضها. هو بيقول أن الاتهامات اللي بيتم الإعلام الغربي بيوجهها لروسيا تحديدا على أنها دولة قمعية وبيلعب في الدستور وبيتحايل على الدستور، كلها اتهامات يشوبها العوار، أو اتهامات مش صحيحة، أو اتهامات يعني محل شك. ليه؟ لأنها بتنطلق من أي تقييم غير التقييم الوطن الروسي، يعني تقييم بعيون الخصوم والأعداء مش بعيون أهل روسيا اللي عارفين مصلحتهم فين. بمعنى أن الصحف دي مش هاممها، الصحف الأمريكية والبريطانية والأوروبية مش هاممها الروس عاوزين إيه، زي برضو ما مش هاممهم المصريين عاوزين إيه، ومش هاممهم الروس عندهم حرص على إيه. وبعدين قال أنه الصحافة دي بتكيل بمكاييل عدة مش بس مكيالين. ليه يا أستاذ ياسر؟ قال لك لأنه أردوغان في تركيا مثلا لو اتكلمنا عن أن في مدرسة للقيادة البوتينية، للقيادة القمعية اللي بتلعب في الدستور وبتحول الدولة كلها لخدمة فرد، لابد ان احنا بقى ما نتكلمش هنا على السيسي ولا عن اي حاكم عربي، لابد ان نتكلم على انه اردوغان هو التلميذ الانجب بامتياز في هذه المدرسة. ومع ذلك الاعلام الغربي لا يقترب ابدا من اردوغان وتركيا. وده السؤال اللي ختم بيه، او الاسئلة اللي ختم بيها ياسر عبد العزيز مقاله في المصر اليوم، وقال فيه: ليه بتهاجموا بوتين؟ وليه بتهاجموا السيسي لما راح بوتين؟ وناسين تماما او غافلين تماما عن اردوغان. وسأل عدة أسئلة: ألم يقمع أردوغان حرية الصحافة والإعلام؟ ألم يوجه إهانات عنصرية للأرمن؟ ألم يتحايل على فكرة تداول السلطة فترشح لرئاسة الجمهورية بعد نفاد مدد توليه لرئاسة الوزراء؟ ألم يسعى إلى تعديل الدستور لكي ينقل الصلاحيات القيادية إلى موقع رئيس الجمهورية الفخري؟ وده طبعا الكلام اللي لما عمله بوتين الإعلام الغربي اتقلب كله فوق بعضه. بعدين سأل تاني: ألم يقتل أردوغان المتظاهرين في حدائق أو في أثناء مظاهرات جيزي ويقمع الاحتجاجات؟ ألم يتورط هو ونجل وقيادات حزبه ووزرائه في فساد ورشاوة؟ ألا ينطلق سياسيا من مجموعة من القيم التقليدية التي تحاربها أمريكا، اللي هي فكرة الخلافة والسلطة وفكرة الإخوان المسلمين وأستاذات العالم؟ دي الأسئلة اللي سألها الدكتور أو السيد ياسر عبد العزيز في مقاله بالمصر اليوم، واللي تخليك لازم ترجع تعيد حساباتك وانت وبص للإعلام الغربي، تشوف بصة تانية، تشوف حتة تانية. المقال الثالث الحقيقة عامل ضجة مفرحة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المهتمة بالصحافة الإلكترونية عموما. يعني هو بيتابع حالة الانبهار المصرية اللي بتخص صافيناز، راقصة أرمينية الأصل جيت مصر قلبت الدنيا، على بقى في البرامج طالعه، في الافلام طالعه، وفي حاله هوس غريبه حتى في الافراح مسيطره على كل الدنيا. المقال ده بيقول لك تعالى نبص من حته تانيه مختلفه خالص. ما تبصليش بقى على انها راقصه جيده او شكلها حلو، تعالى ناخد مفهوم جديد لفكره الرقص، لفكره هز الوسط. بيحاول فيه شريف صالح انه يناقش ظاهره صافيناز دي وحاله الاهتمام المصريه الغريبه بها. هل الحالة دي أو الاهتمام ده نابع من إن هي راقصة جيدة فعلا بتعبر عن الرقص الشرقي كفن، ولا هي جزء من التعبير عن زمن العشوائية والفوضى اللي احنا عايشينه؟ المقال نشره شريف صالح في موقع قل، وده موقع مهتم بصحافة الرأي، تحت عنوان: جسد صافيناز المثقل بالفوضى. التعبير يعني ثقافي جدا لكن مهم في تشريح الحالة دي. في المقال ده شريف تقريبا بيصدم نص رجالة مصر في موضوع صافيناز. بيقول مثلا ان لو احنا بنتكلم على قوة جسدها ونشاطه الحركي الغريزي، فبيبدو في العين جسدا ثقيلا او مقيدا او مثقلا بفوضاه، مفتقرا الى الليونة والخفة والتناغم، ولا تنبعث منه اي طاقة روحية، فهو لا يقول اي شيء اخر عدا عن كونه جسدا جاهز للاشتهاء والامتلاك ومحفزا للاستثارة.
يعني شريف بيقول انه الجسد اللي قدامك ده انت شايفه قوي بيهتز بيعمل كل حاجة في الدنيا، الا انه يكون بيعمل فن، هو فقط محفز على الاثارة والاستثار. شريف بيذكر الناس بحاجة بقى تخص الرقص المصري كفن شرقي. عارف الناس تانية هتقول لك هو انت بتكلمنا عن الرقص وده وقته والكلام ده كله، وانه بتعتبر الرقص فن، ونقعد نتخانق دلوقتي ويقول لك ونشر الرذيلة والكلام بقى الكبير ده، لكن محدش يقدر يغير تاريخ مصر، ولا حد يقدر يغير التاريخ اللي فيه رقص شرقي من 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 مئات القرون. فبالتالي خلينا نشوف ايه اللي حاصل في حكايه صف الناس دي، ونتعامل معاها بشكل اجتماعي عشان نعرف برضو احنا بقينا نحب ايه او رايحين فين، حتى ناحيه الحاجات اللي انت بتكرهها. هو بيقول انه صحيح جسد صف ناز يمتلك نسبه جمال تتفوق على معظم الرقصات المصريات اللواتي قد يملن الى القصر والنحافه او حتى يفتقرن الجمال. يعني بيقول انه الجسد ده ممكن يكون جميل، بينما الرقصات المصريات ما عندهمش نفس الجمال. لكن قال جمله بقى: للجسد المصري حضوره الروحي، فهو جسد شهوي لا شهواني، بمعنى انه لا يعرض ذاته عرضا صريحا وخاما، بل مواربا ولماحا. اللي هو الفرق ما بين يعني اللي يعني التجاره بجسد المراه والفن. وفي النهايه سال سؤال: ايه اللي بيتراكم جوه نفس اي بني ادم بعد مشاهده تابلو او كليب لصف ناس؟ عدا الاستثاره الشهوانيه، وخلص لنتيجه بالنسبه لي بيقول لا شيء، لانها بتفتقر لسحر الانثى المصريه، وان كل هذه الفوضى في حركتها وعرض اجزاء جسدها بتمنع الناس ان هي تشوف الرقص، لانها فقط بتتنطط. ده كان راي شريف صالح ما بين فكره الفن وبين فكره التنطيط، وشايف انه ده برضو بيعبر عن حال المجتمع. بصوا للمجتمع من خلال مرايه الفن، شوف الناس كانت بتحب ايه زمان والناس بتحب ايه دلوقتي. هتوصلك الاجابه بتاعت المقال ده، او هيوصلك المقصود من المقال ده، او المطلوب منك انك تبص لزاويه الامور ازاي، مش مجرد رقاصه وبدا الرقص وخناقات وخلاص. المقال الرابع والاخير في الصحافه النهارده الحقيقه مهم جدا، لانه بيحط ايده على جرح فشلنا على مدار الثلاث سنين اللي فاتت. عمر طاهر في التحرير حط ايده على الجرح الصعب، احنا ليه بنخسر بعض على مدار الثلاث سنين اللي فاتت. فكره التقييم، ازاي بنقيم الناس حوالينا، ازاي بنقيم النجوم، ازاي بنقيم الشخصيات السياسيه، ازاي بنطلع ناس سابع سماء وبنخسفهم سابع ارض لمجرد ان احنا مش عارفين نعمل لهم تقييم شامل، ازاي شاغلين نفسنا دايما بان احنا لازم لما حد يسالنا عن فلان لازم نديه الاجابه الكامله، وبالتالي لما ندور على الاجابه الكامله بنضطر نقول له يا اما وحش تماما يا اما حلو تماما، يا اما شرير تماما يا اما ملاك تماما. وده اللي بيضيعنا زي ما بيقول هذا المقال. المقال بعنوان نشر في التحرير بعنوان اسطوره الاجابات النموذجيه. ليه مضطرين نجاوب بشكل نموذجي واحنا قدامنا ناس متناقضين اصلا؟ عمر كتب عن نماذج معينه وقال مثلا انه المستشار مرتضى منصور عقد صفقات في مقاييس الرياضه المصريه تعتبر معجزه. ليه؟ لانه نجح وهو بيقود نادي شبه مفلس انه يشتري فريق كامل من امهر اللاعبين في مصر حاليا، ده لا خلاف عليه، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن تحمل اداؤه اللي بيتراوح طول الوقت ما بين العصبيه والتشهير واهانه الاخرين. لكن عمر بقى بيسال لما تيجي تقيم ما يقوم به المستشار مرتضى منصور كرئيس نادي الزمالك مهنيا ومسؤول عن نادي كبير لا تملك، وعمر بقى زملكاوي عتيد، يعني لو الراجل ده بيسيء للزمالك في حاجه ما كانش هيرحمه، قال لك لا تملك الا انك ما تقدرش تنكر خالص ان هو ناجح لدرجه مبهره في احياء هذا النادي. لكن لما الواحد بقى يفكر يرد على سؤال عن تقييمه لهذا الشخص، ازاي بقى نقدر نفصل ما بين المنظرين اللي قايم بيهم في الفيلم، منظر هذا الرجل اللي بيحقق نجاح على المستوى المهني، ومنظر هذا الرجل الذي كلما خاض معركه او دخل فيها تحولت الى خناقه. ده في النموذج الاول. النموذج الثاني في التقييم بتاع عمر طاهر النهارده قال لك الوقت اللي العمال فيه بيعلقوا بوسترات كبيره في الشوارع لالبوم سعد الصغير الجديد، بيتم القبض على محمد الحلو بتهمه اصدار شيكات بدون رصيد. عمر بيقول ان بحسابات الفن والموهبه والقيمه الفنيه في غلط ما، سمه خطا، فسعد الصغير يليق به تهمه الشيك بدون رصيد، بينما يليق بالحلو ان يكون له عمل جديد يليق بموهبته ويحظى بكل هذه الحفاوه.
لكن عمر بيقف تاني يقول لك هتيجي تقيم بقى، يبقى لازم نقول للأمانة ما ينفعش حد ينكر دأب سعد الصغير واجتهاده وكونه لا يتعالى على لقمة عيشه ويعمل بتمن موهبة بيعوضها بعمل جاد في الوقت الذي ينتظر فنان ضخم وكبير وعظيم زي محمد الحلو من موهبته ان هي تسيبه قاعد في البيت مأنتخ وينزل وتنزل هي لوحدها تروح الشغل. لكن في النهاية بمقاييس برضو قيم الغنى في مصر هنلاقي انه التقييم صعب جدا. وبيختم عمر مقاله بسؤال المهم من الـ يعني الأسئلة اللي محتاجة شوية ان احنا نتأملها. في الختام بيقول ايه؟ انه بحسابات الفن هنلاقي انه واحد زي سعد الصغير ما تقدرش تقيمه بده، ولا تقدر تقيم محمد الحلو بانه فنان وخلاص. لازم تجمع ما بين الجهد والفن. ايه اللي محتاج بقى عمر يقوله للناس في الختام؟ بيقول انه بين هنا وهناك، ما بين السياسه والفن والعمل العام ورابعه ومشروع قناه السويس اللي برضه ناس عماله تقول لك ده فاشل، لا ده نجح قوي، والطريقه اللي بتعمل اللي بتشتغل بيها الحكومه الناس تقول لك ده استعراض، لا ده حكومه بتعمل بجهد، وبين رئيس الجمهوريه الناس تقول لك ده مش عارف يعمل حاجه، والناس تقول لك ده اعظم واحد في الدنيا، وما بين موقف مثلا واحد زي احمد فتحي ده باع النادي الاهلي، والناس تقول لك لا ده بيشتري مستقبله، ما بين قيمه مصطفى حسين كفنان وقيمته ومشاكله السياسيه، ما بين كل هذه الامور لا يستطيع الواحد ان يقدم فيها اجابه نموذجيه بدون ملحق شرح وتعقيب وتوضيح وتفصيص وافي للامور. وبكده يبقى السؤال بتاع عمر طاهر، هل ده طبيعي؟ فبيقول انه ده طبيعي، لان احنا ممكن نعيش بسهوله لو اختفت فكره الاجابات النموذجيه، لو لقينا نفسنا مش مضطرين ان احنا نكون مع جدا او ضد جدا. لكن اللي بيخلي الامر صعب هو وجود اشخاص بينا بيعتقدوا انهم بيمتلكوا الاجابه النموذجيه. واعتقد ان نفس المعنى كان واضح في الفتره الاخيره فيما يخص كل النداءات اللي بتقول يا جماعه اللي في السياسه، ويا جماعه اللي في الاعلام، ويا جماعه في اللي في البيوت، محدش عنده الحقيقه المطلقه. محدش يقدر يحكم على شخص بانه خاين، او محدش يقدر يحكم على شخص بانه قاتل كده مجرده. ده فيش روح كتير جدا. فبالتالي مش مهم ان لما حد يسالك عن شخص او موقف انك تديله الاجابه الكامله، لانه محدش عنده الاجابه الكامله. دي كانت الزوايا المختلفة لبعض القضايا اللي شغلة الشارع المصري في الفترة الحالية، من أربع مقالات منشورة في الصحافة المصرية صباح الغد إن شاء الله، وبعدها 12 النهاردة على بعض المواقع. بعد الفاصل هيكون لنا جولة إخبارية مع الصفحات الأولى للصحافة المصرية. نشوفكم بعد الفاصل. أربع موضوعات سيطرت تقريبا على الصفحات الأولى للصحافة المصرية النهاردة. الموضوع الأول كان آخر أخبار محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في قضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون. الأمر الثاني طبعا وكالمعتاد خلاص بقت الكهرباء وآخر يعني تطورات الأزمة فيها. الأمر الثالث كانت استمرار الصحف في استدعاء الشهادات السرية في محاكمة القرن، ودي النهاردة اللي شغال عليها المصر اليوم بشهادة المشير طنطاوي، الشعب سلم الدولة للإخوان وتنحي مبارك كان مفاجأة. بعد كده الموضوع الرابع اللي كان مسيطر على برضو الصحافة كان قناة السويس، واللي في المصر اليوم برضو كان بيتكلموا عن انه خلاص بدأت تظهر المية، وانه في المالية بتقول انه ضوابط الاكتتاب في شهادات القناة هتظهر خلال ايام، وده اللي اعلنه هشام رامز حتى تحديدا لليوم السابع. هقف عند الصفحة الاولى للتحرير تحديدا لان وزير الكهرباء عامل حوار، وفي الحوار ده وزير الكهرباء قايل انه التيار لن ينقطع ولا ثانية بعد اربع سنوات. طب الناس عاوزه دلوقتي. وقال تاني انه 276 مليون جنيه خسائر قطاع الكهرباء من الاعمال الارهابيه، وده اللي قلناه هنا اللي قلناه هنا في البرنامج الصحافه اليوم، انه بعد كده كل ما نيجي نكلم حد من المسؤولين هيقول لنا اصل الاخوان حرقوا الاكشاك. الوزير كمان قال انه الكهرباء مش تقطع ولا ثانيه بعد اربع سنين. طب ولما سالوه بقى في التحرير قالوا له طب وبالنسبه بقى لدلوقتي؟
قال لك ان الناس هتتبسط ان شاء الله الفتره اللي جايه من التحسن التدريجي. هفكر الوزير تاني ونفكر رئيس الوزراء ونفكر رئيس الوزراء والحكومه كلها انه واحد او الحكومه طلعت من شهر تقريبا وقالت ان ازمه الكهرباء هتتحل بعد 45 يوم، فات من 45 يوم دول 31 يوم، يعني باقي 9 ايام والمفروض الازمه تحل على اول 9، لكن واضح انه الدنيا مش واضحه. المصر يوم طالعه بصفحه مظلمه جدا لمصر، و العنوان بتاع مصر منوره باهلها، واضح ان هو ده بقى يعني انا الاوان لاستدعاء الامثال الشعبيه اللي بتعبر عن اللي احنا كنا بنقعد نسخر فيها من بعض. النهارده في عز الضلمه دي نلاقي كل اللي بيحصل ده. النهارده كمان اليوم السابع مركزه على استطلاع لمركز بصيره، هو ما قالش حاجه جديده، لكن اللي هذا الاستطلاع تقدر تعتبره من سبيل المناكشه كده والمناقشه. قال لك ان 72% من المصريين اهلاويه، 21% بيشجعوا الزمالك، ده اللي اتنشر في الصفحه الاولى النهارده لليوم السابع، مع التاكيد على انه المياه بدات تظهر في 4 مواقع بقناه السويس الجديده، وان في معدات جديده للحفر بدات توصل للمشروع، وان الماليه خلاص هتطلع الشهادات، وان القوى العامله بتزود المشروع بوجبات غذائيه وبتحاول تعمل اطار محدد كده لفكره العماله داخل هذا المشروع المهم. من ضمن الاخبار اللي سيطرت برضو على الصحافه النهارده الخبر الاول وهناخده من موقع مصر وهو موجود قطعا في الاهرام والجمهوريه وباقي الصحافه المصريه عن التفاصيل اللي شهدتها النهارده محاكمه مرسي او الرئيس الاسبق او الرئيس المعزول ومجموعه قيادات الاخوان في قضيه السجون او الهروب من السجون، واللي شهدت كالعاده حاله كده من المناكفه والمشاده وال تقدر تسميها بقى ايه الود او تقدر تسميها التهديد او تقدر تسميها الخناقات ما بين القاضي وما بين محمد مرسي. القاضي المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة اول ما بدأ خالص حس مرسي على انه يبطل كلام، قال له انت دلوقتي صوتك عالي وبتشوشر علينا ولو ما سكتش هطلعك بره. فالقاضي بيقول له انتوا مش عندكم كلام مهم؟ فاحد المتابعين قال له احنا مش عاوزين نقول حاجة ولا عاوزين نسمع، اللي هي فكرة الانقار الدايمة من قبل قيادات الاخوان المسلمين للمحكمة ومحاولة اهانتها طول الوقت. لكن في نفس الوقت المحامين قالوا حاجة غريبة جدا، يعني هم استسمحوا القاضي يعني انه معلش هما بيتكلموا مع بعض شوية عشان كانوا وحشين بعض. المحامين قالوا كده فعلا، قالوا اصل الناس ما شافتش بعض من زمان فوحشين بعض وعايزين يتكلموا مع بعض جوه القفص. وواضح كده ان هو ده ستايل حياة الاخوان المسلمين، الجد هزار والهزار جد واي حاجة، وهم تبقى ايه القعدة عربي كويسة. القاضي بقى قال حته تعبير في الـ في الـ في الـ في الجلسه دي على حسب كلام موقع مصراوي، وقال لك ان هو قال لهم وقت الدوشه دي لما عملوا الدوشه وخرجوا يعني قال لك انتوا خرجتوني من مود المحكمه. المهم النهارده برضو في الوطن واضح ان احنا نبدا نتعايش مع موضوع الكهرباء، يعني احنا خلاص مش مطلوب ندور على حلول، مطلوب ان احنا ندور على تعايش. فالنهارده المهندس محمد علي بكر رئيس مجلس اداره شركه الكهرباء في الاسكندريه بيقول ان احنا بدانا نعمل سكه جديده. قال لك احنا لازم نعمل سكه جديده، السكه دي بتقول انه هنعمل خدمه تليفونيه للناس في اسكندريه علشان يعرفوا مواعيد قطع الكهرباء قبل الميعاد ب 10 دقائق والخدمه بالمجان، يعني حضرتك هترفع سماعه التليفون الو كذا 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 ايوه رقم 121 الو هي الكهرباء تقطع عندي امتى؟ جهز نفسك كلها بعد نص ساعه فتلحق بقى تشحن موبايلك وتستحمى وتعمل اللي انت عاوزه. عموما انا ممكن اعتبرها خطوه كويسه لانه برضو يعني التنظيم احسن من العشوائيه، حتى طالما كده هيقطع هيقطع، فالتنظيم احسن من العشوائيه، لكن انا الاوان ان احنا نكلم الناس عن حلول مش نحاول نكيفهم على الوضع. من ضمن الاخبار برضو اللي اتنشرت النهارده في موقع دوت مصر نتكلموا عن التقرير اللي طلعه المركز التنموي الدولي عن احداث 14 و15 و16 اللي هي احتفال الاخوان بذكرى فض رابعه، في 138 حاله احتجاج في 3 ايام، 49 حادثه عنف، يوم 14 اغسطس لوحده في 27 حاله قطع طريق غير الناس اللي ماتت وغير الناس اللي اصيبت. ده ملخص اللي يقدر يعمله الاخوان المسلمين. عاوز اقف بقى النهارده عن حاجه انا فرحان بيها بشكل شخصي، حاجة تخص الجيل ده وتخص المحطة دي. النهاردة يوم السبت جريدة ألمانية إحدى الصحف الألمانية الكبرى نشرت حوار مع زميلنا الكاتب الصحفي أحمد فايق اللي بيقدم برنامج مصر تستطيع. أحمد زي ما احنا عارفين كان في ألمانيا بيعمل الجزء الثاني من البرنامج اللي الحمد لله حقق نجاح كبير جدا للفترة اللي فاتت،
وبيعمل الجزء الثاني مع برضه عدد من الـ 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 العقول المصريه المهاجره في الخارج، مهتم جدا في الجزء الثاني هو على حسب ما وصف لي فكره الصحه، ان ازاي نقدم بقى منظومات وحلول في قطاعات معينه. المره دي وهو في زياره المانيا، حد صحفي الماني في جريده المانيا فاجئه بانه هيعمل معاه حوار علشان البرنامج مصر تستطيع وفكره البرنامج اللي كان معجب بيها وازاي مصر تستفيد بيه العقول اللي بره. احمد في هذا الحوار حاول يقدم صوره يعني يصحح فكره المفهوم الغلط تحديدا عند الصحافه الامنيه عن فكره انه احنا دوله عنف وان انقلاب عسكري، وجاوب على الراجل زي ما انتم شايفين حضراتكم الصفحه قدامكم، صفحه كامله الحوار فيها اجوبه من احمد على اللي بيشغل بال الصحافه الالمانيه عن فكره الاخوان، وهو جايب فكره ان دي كانت اراده الشعب المصري، مش حاجه اسمها انقلاب، والكلام الفارغ ده كان اراده المصريين اللي نزلوا في 30 يونيو، واتكلم عن انه ازاي برنامج مصر تستطيع قدر في الفتره اللي فاتت انه يقدم الحلول، وان ده دور الاعلام الجديد الاعلام التنموي، وده دور هذا الجيل انه يدور على حلول من بره الصندوق، وقرر هو بمبادره منه انه يدور مع قناة النهار اليوم على حلول جديدة ومختلفة للأزمات المصرية، مش إنه يقعد على جنب ويبكي ويقول لك احنا مش قادرين نعمل حاجة. كمان أحمد قال إنه ثلاثة من اللي سجلوا معاه في الجزء الأول من برنامج مصر تستطيع أصبحوا أعضاء في مجلس علماء مصر، وأكد لي هذه الصحيفة إن الغرب كان ليه مصلحة في إجهاض 25 يناير لأنها لم تكن ثورة ضد نظام مبارك، بل كانت ثورة ضد نظام رأسمالي في العالم كله، وقال إنه العالم كله وجد نفسه في ثورة 25 يناير وكان بيتابعها بشغف لأنها كانت بتعبر مش بس عن أمال شباب مصر، عن أمال جيل جديد ومختلف في العالم كله. منتظرين بشوق جدا نتابع الجزء الثاني من برنامج مصر تستطيع، البرنامج الناجح على النهار اليوم، واوعدكم ان انتوا تشوفوا مفاجآت كتير جدا، لانه احمد كمان المره دي مركز على منظومه الصحه اللي بعد الفاصل هيكون معانا بقى مش كارثه، هيكون معانا زميلتي الكاتبه الصحفيه في جريده شروق عزه المغازي، هي عملت تحقيق الحقيقه ولا اروع من كده حاجه، ولا جهاز الداخليه نفسه يقدر يعمل كده، ولا ظباط الدنيا والاخره يقدروا يعملوا كده. هي نزلت واثبتت بدليل قاطع ان صحه المصريين ارخص من ارخص شيء تعتقده، بدليل ان هي قدرت تعمل التالي، زورت دواء وبعته وكان ممكن يبقى بين ايد حضرتك هي شخص بمفرده، فما بالك بقى بالمافيا الكبيره. امبارح كلمناكم عن انه في حوالي 5 مليار جنيه حجم تجاره الادويه المغشوشه في مصر 7%. بعد الفاصل هيكون معايا زميلتي اللي عامله تحقيق رائع جدا عزه المغازي، هنشوف معاها قصه ازاي تصنع دواء مغشوش وتمشيه في الشارع والمصريين ياخدوه عادي جدا. نشوفكم بعد الفاصل.